العاشرة بتوقيت بغداد. الليلة من الشرقية نيوز، معكم دينا القسوس وأمين عدنان. شكرا دينا، أهلا بكم في حصاد الليلة، والبداية بالعناوين. الغضب يعود لساحات الانتفاضة بعد ترحيل مطلب الشعب، إفشال الأحزاب للدوائر الانتخابية، إنكار لدماء الشهداء. المعني بهذا القانون هو القوى السياسية. رئاسة المجلس جاهزة لعرض مقترحات اللجنة القانونية في أي وقت، إن لم نتوافق فلغة الأرقام هي من ستحكم في داخل مجلس النواب. الدوائر الانتخابية اختارها الشعب، ويجب تحقيق العدالة بتوزيعها، يقول الحلبوسي، ويطالب البرلمان باعتماد البيومتري حصرا. أمن السفارات على طاولة مجلس الأمن الوطني، وواشنطن بوست تتوقع مفاجأة أمريكية إيرانية على أرض العراق في أكتوبر. هو الواقع الطبيب لازم إلى أدوات، على أساس هاي الأدوات هو يعالج. أنت إذا ما موفر لهاي الأدوات، ما موفر له أدوية منقذة للحياة، ما موفر له تحاليل صحيحة للمريض، شنو راح يقدر يقدمه بالنتيجة للمريض؟ اعتداءات متكررة ودواء مفقود، أطباء البصرة يتساءلون بأي وسائل نداوي الجراح ونعالج المرضى. لأن يرسمون الحدود الفاصلة بين ناحية الحبانية وناحية الخالدية، بين الخالدية والحبانية. طلع أخذنا اللجنة، جت اللجنة رسمت الحدود، طلعت ملعب الفهد مقابل الشيخ مسعود، على ملعب الفهد هاي حدود بلدية الخالدية. إرث الأجداد في خطر، فلاحو الخالدية يحذرون من تغيير جنس مزارعهم إلى أراض تجارية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أرجاء مجلس النواب العراقي التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات إلى جلسة السبت المصادفة 10 من تشرين الأول المقبل، ورفع جلسته إلى يوم غد الأحد. وصوت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم التي حضرها 179 نائبا على عدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، مع تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء أي محافظة من ذلك المعيار، مع حفظ حقوق المكونات. كما صوت أعضاء البرلمان على وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية. كما صوت على ضرورة الالتزام باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 والصادرة من وزارة التخطيط تطبيقا لأحكام المادة 49 من الدستور. ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي القوى السياسية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية وإقرار قانون الانتخابات. وقدم رئيس البرلمان مقترحا إلى اللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية مرفق بتوقيع عدد من أعضاء مجلس النواب، يتضمن اقتراح بإجراء الانتخابات باعتماد البطاقة البيومترية حصرا. المعني بهذا القانون هو القوى السياسية. رئاسة المجلس جاهزة لعرض مقترحات اللجنة القانونية في أي وقت، وطلبت مداخلة لأتحدث أيضا كنائب في مجلس النواب. يجب أن يكون هنالك عدالة اجتماعية في هذا القانون، ويجب أن يكون هنالك تغليب للمصلحة الوطنية العامة. الشارع لا يثق بنظام القوائم الانتخابية، ونظام القوائم الانتخابية اللي وصلني ووصل كل الإخوان والأخوة الحاضرين إلى مجلس النواب بحكم تصويت جمهورهم إلى قوائمهم، ولكن اعتراضات جمة صارت على نظام القوائم. ووصلنا مثل ما تفضل أخ النائب أحمد قبل قليل، قال كل قوانين السابقة كان يضعها أو تضع معاييرها القوى السياسية، إلا هذا القانون
يعني المعيار أجا من المواطنين، المعيار أجا من المتظاهرين، ومن وجهة نظر شعبية واضحة باعتماد نظام أعلى الأصوات. إلى متى يبقى مجلس النواب غير قادر على أكمال الدوار للقانون؟ أتمنى أن نتحمل مسؤولياتنا ما يتعلق بهذا القانون، وأن يعني تكتمل الدوائر ويكون هنالك معيار واضح لكل المحافظات العراقية من البصرة إلى دهوك. إن لم نتوافق فلغة الأرقام هي من ستحكم في داخل مجلس النواب. كل جلساتنا السابقة سواء في هذه الدورة أو الدورات السابقة حرصنا على التوافق ولا زلنا نحرص على التوافق، ولكن ما أمامنا خيار إلا أن نمضي إلى التصويت. وأيضا فيما لو قدمنا الطلب الآن من رئاسة المجلس إلى النواب للتصويت، حتى آلية التصويت في الجلسة القادمة يتم تحديدها الآن. تريدون تصويت علني؟ نحن مع التصويت العلني. تريدون تصويت سري؟ احنا مع التصويت السري. تريدون تصويت الكتروني؟ القاعة الاخرى بها تصويت الكتروني. ووزع برلمانيون الجدول الفني المقترح لتوزيع المقاعد الانتخابية في كل محافظة، والذي يقوم على اساس الدوائر المتوسطة وفق الصيغة المقترحة من اللجنة القانونية والتي لم تطرح في جلسة البرلمان. فإن المحافظات كانت ستقسم إلى دوائر انتخابية بحسب النسبة السكانية، وستكون لكل 4 مقاعد برلمانية دائرة انتخابية واحدة. وفق الجداول التفصيلية التي اقترحتها اللجنة، فإن التقسيم يبدأ من دائرتين في المحافظة الأقل عددا سكانيا، وصولا إلى 17 دائرة انتخابية للمحافظة الأكثر عددا. وتقول مصادر برلمانية أن ممثلي الكتل السياسية ما زالوا يدرسون العديد من المقترحات بشأن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، إذ يطرح البعض اعتماد النسب السكانية في تحديد عدد الدوائر، في حين يرى البعض الآخر اعتماد قاعدة عدد النائبات في كل محافظة لتحديد عدد الدوائر بحيث يكون مساويا لها، عدا محافظتي نينوى وكركوك حيث لا تزال الخلافات بشأنهما عميقة. إلى ذلك، حذر ذوو شهداء انتفاضة تشرين من استمرار التسويف والالتفاف على مطالب الشعب التي خرج من أجلها، ووجهوا دعوات للتظاهر على الفساد واستمرار عمليات قمع الأصوات في 25 من تشرين الأول المقبل. ماذا لينا يا حسين الشر؟ رجعيكم 25/10 موعد الأحرار. 25 تشرين موعد الثائرين. مستعد أمطر روحي مو بس إيدي ورجلي من أجل مستقبل أطفالك وأطفالي. موعدنا يوم 25/10. الدري حسن فلاح حسن، راح أنزل بيد العلم صورة أخوي الشهيد. راجعيكم يوم 25/10. مستعد أمطر روحي مو بس إيدي ورجلي حتى أضمن مستقبل العراق. راجعيكم 25/10. الجريح مصطفى نعمان، جرحي ما مثل كل شيء مقابل صدور جماجم الفوتي اللي هشمها الرصاص. أمن بيكم يا أهلنا، موعدنا يوم 25 نجدد العهد للشهداء، لا تخذلوني. أنا الجريح زيدون، ما يهمني الرصاص اللي بطني، ولا يهمني إذا ضطيت إيدي، ولا يهمني إذا ضطيت عيني، ولا يهمني إذا ضطيت عمري. من ساحة التحرير يوم 25/10 راجعين. اللي يهمنا بناء وطن، اللي يهمنا وطن خالي من الأحزاب، اللي يهمنا نسترجع دم كل شهيد طاح. تحياتي. أنا بجريح العراقية محمد الرسام، منتظركم يوم 25، لا تخذلونا. مثل ما جلدنا على ستافك، أنا بك يوم 25، جلدنا على ستافك. منتظرك يا عراقي، يا بطل. كل الأصابات اللي برجلي واللي بظهري بتروح في دواء باسم العراق، النصر للشهداء. الغضب يعود لساحات الانتفاضة بعد ترحيل مطلب الشعب، إفشال الأحزاب للدوائر الانتخابية، إنكار لدماء الشهداء. المعني بهذا القانون هو القوة السياسية. رئاسة المجلس جاهزة لعرض مقترحات اللجنة القانونية في أي وقت. إن لم نتوافق فلغة الأرقام هي من ستحكم في داخل مجلس النواب. الدوائر الانتخابية اختارها الشعب ويجب تحقيق العدالة بتوزيعها، يقول الحلبوسي، ويطالب البرلمان باعتماد البيومتري حصرا.
إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا هذه الليلة السيد رامي السكيني نائب عن سائرون، والسيد منصور البعيجي نائب عن دولة القانون. سيد منصور، أهلا بك معنا في حصاد الليلة. لا تزال الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية هي سيدة الموقف لجلسة اليوم. أين هي مسؤولية الكتل والأحزاب من مطلب الشعب من جهة، ومن دعوة المرجعية الكريمة من جهة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لضيفكم ولمشاهديكم الأكارم. طبعا دائما الأحزاب هي من تخلق المشاكل داخل قبة مجلس النواب العراقي، ولأول مرة الشعب العراقي يفرض قانون انتخابي من عام 2003 ولحد الآن، لأن من عام 2003 ولحد هذه السنة صار 17 سنة هو قانون سانتيغو. كل دورة يا أما يزيد بوينت أو يقل بوينت، فنفس القانون اللي مشت عليه الأحزاب. وأعتقد القانون الانتخابي السابق فشل، وبالعمل السياسي فشل ذريع، ولدنا يعني احزاب، وهذه الاحزاب مستمره، وهذه خلفت محاصصه وفساد وكثير من الامور التي دمرت الشعب العراقي. والان هذا القانون هو فرض الشعب العراقي رغما على كل الاحزاب السياسيه وكذلك المرجعيه. فهناك تجاذبات سياسيه بين الكتل السياسيه، ولكن اعتقد اليوم مجلس النواب توصل بحدود 75% الى توافقات سياسيه، ولكن أجل إلى يوم 10، لأن هناك عدة مقترحات طرحت داخل قبة مجلس النواب العراقي على الدوائر الانتخابية. ولكن كل مجلس النواب وكل الكتل السياسية والأحزاب الآن استسلمت وسلمت بالدوائر المتعددة، ولن نرجع إلى الدائرة الواحدة يعني القانون السابق. ولكن هناك عدة مقترحات طرحت اليوم، منها مقترح من هذه المقترحات هو لكل ما من ثلاثة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على 5 دوائر لكل محافظة. هذا مقترح واحد. وكم مقترح على عدد النساء أيضا بكل محافظة، مثلا محافظة بها 4 نساء صير 4 دوائر، محافظة بها 6 نساء صير 6 دوائر. وهناك أيضا مقترح لسائرون لكل نائب دائرة، يعني مثلا محافظة بابل 17 نائب يصير 17 دائرة، مثلا اكو محافظة بها 50 نائب يصير 50 دائرة. ولكن هذا اعتقد المقترح ما راح يمر، لان احنا بالاحصائية اعتمدنا على احصائية عام 2010، لان اذا نعتمد على الان 2020 يصير عدد مجلس النواب العراقي بحدود 400 نائب، ولكن احنا اعتمدنا على احصائية عام 2010 وبقى عدد النواب هو 329، لان بالدستور العراقي لكل 100,000 نائب. فأعتقد لكل نائب هاي تفشل. أعتقد سوف تبقى المنافسة إذا ما صار توافق بين الأحزاب والكتل السياسية لحد يوم 10/10. أعتقد سوف يكون مقترح لكل امرأة دائرة في المحافظات أو من 3 إلى 5. أعتقد هذا أيضا مرجح، هذا المقترح سوف يمضي وسوف يصوت على القانون يوم 10/10 إن شاء الله. لأن الآن الحكومة العراقية أقحمت مجلس النواب العراقي ورمت الكرة في ملعب مجلس النواب العراقي، والشعب العراقي أيضا يطالب مجلس النواب العراقي ورئاسة أيضا الجمهورية وكذلك المفوضية، الكل الآن يطالب مجلس النواب العراقي. فعلى مجلس النواب العراقي أن يخلص نفسه من هذه المشكلة التي أقحم نفسه فيها. المفروض على مجلس النواب العراقي أن يقر القانون ويضع الحكومة أمام أمر الواقع، حتى هل تستطيع الحكومة أن تجري انتخابات يوم شهر السادس؟ أعتقد ما أعتقد راح تجري الحكومة، لأن هناك تردد بالأوضاع الأمنية. فهذا شيء. سيد منصور، دعنا نشرك السيد رامي السكيني معنا يرجع الكرة إلى الحكومة العراقية. نعم سيد رامي، اليوم الناخب يذهب إلى الانتخابات لانتخاب من يمثله، وبالتالي فإن الممثل لهؤلاء الناخبين عليه خدمة من انتخبوه وتنفيذ ما يريده الناخبون. فلما هذا البعد الزمني اليوم بين الكتل والأحزاب وبعض البرلمانيين من الشارع العراقي الذي يريد الدوائر المتعددة، ويذهب هذا الممثل ليعمل عكس ما يريده الناخب؟ مساء الخير، أهلا وسهلا بك، أهلا بقناة الشرقية، وأهلا بضيفك الكريم وجميع العراقيين. اليوم الشارع العراقي لا يستطيع أن يفهم كل الجزئيات الموجودة في قانون الانتخابات،
يعني مع احترامات للضيف الكريم، هناك فرق بين شكل النظام الانتخابي وبين قانون وقاعدة احتساب المقاعد اللي هو سانت ليجو. أغلب الشارع العراقي لا يميز بين شكل النظام الانتخابي الدائرة الواحدة اللي العمليات الانتخابية التجارب السابقة كانت بدائرة واحدة، يعني المحافظة كلها عبارة عن دائرة انتخابية واحدة. اليوم الأحزاب السياسية، الأحزاب الموجودة بعد 2003 تمر بانعطافة بأن تغير هذا القانون استجابة للشارع العراقي. أغلب الأحزاب هي تريد البقاء في السلطة والتقوقع في السلطة، وهذا مو غريب عليها، يعني أحزاب وصلت إلى السلطة. النظام شكل النظام الانتخابي الحالي هو الدوائر المتعدده والوسطى، تحالف سائرون، كون عضو في تحالف سائرون ليس لدينا مانع مع الدوائر المتعدده، مع الدوائر الوسطى، مع شكل النظام الانتخابي بشريطه الا نرجع الى الدائره الواحده التي هي مرفوضه من الشارع العراقي ويريد ان يعيش تجربه جديده اللي الدوائر المتعدده. ما اتفق عليه مجلس النواب العراقي مع التخوف وعدم الثقه من بعض الاحزاب التي تخشى عدم وجودها في المرحلة المستقبلية، أنه معيار واحد لكل المحافظات، ديموغرافية المحافظات تمر بمعيار واحد بغض النظر عن التعددية لمحافظة الموصل أو كركوك أو غيرها، مع الدوائر الوسطى وليس المتعددة. وتحالف سائرون ما عندهم مشكلة في هذه المسألة، أنه دوائر وسطى أن يكون عدد الدوائر في عموم العراق 83 دائرة. التوضيح على مود العراقي يفهم المواطن أنه 83 دائرة في عموم العراق، عدد المقاعد لكل دائرة من 3 إلى 5، ما عندنا مشكلة، أقلها 3 وأعلاها 5. بعض القوى السياسية تريد لا، من 3 إلى 7، من 3 إلى 6 في عدد النواب لكل دائرة. بغض النظر عن هذا وذاك، البرلمان العراقي متجه إلى التصويت نحو الدوائر الوسطى، يعني بالمجمل هذا المقترح صوت عليه، والمعيار في احتساب المقاعد معيار واحد لكل المحافظات، يعني ليس هناك خصوصية لمحافظة دون محافظة أخرى، مع بعض الأحزاب التي هي تحفظت لكن هي مسايرة للعملية الديمقراطية، اللي أغلب المقاعد أو أغلب أعضاء مجلس النواب هم مع الدوائر المتعددة، ومع أنه إعادة شكل النظام الانتخابي في التجربة الانتخابية المستقبلية. أما أنه قضية الناخب العراقي، الناخب العراقي يجب أن يحتاج إلى حزمة من الوعي، أن يفهم ما هي المؤسسة التشريعية وما هي المؤسسة التنفيذية. يعني إحنا مو فقط شكل الدوائر الانتخابية، أكو مسألة جدا مهمة، يجب أن يكون الاقتراع في المرحلة المقبلة بايرومتري حصرا، يعني الدعوة إلى انتخابات نزيهة. إحنا شنو الفائدة نخلي انتخابات متعددة الدوائر بها تزوير؟ ما سوينا شيء، يعني طلعوا من الباب وطبوا من الشباك. إذن يجب أن يكون الاقتراع بايرومتري حصرا. مسألة العدوى الفرز أيضا لا يتم التلاعب بها، مسألة نعم. إعلان النتائج أن يكون خلال نعم وصلت الفكرة سيد يعني رامي نعم سنكمل الحوار في هذا الإطار وعن تلك الخلافات، ولكن أود أن أسأل السيد منصور، الدوائر الوسطية السيد منصور أليست هي التفافا على مطلب الشعب؟ ست العزيزة، أقرب شيء هو الدوائر المتوسطة من 3 إلى 5، لأن إذا كثرت الدوائر ما راح تسيطر عليها الحكومة، لأن النواحي متداخلة والأقضية متداخلة عفوا، لأن التعداد السكاني أو الإحصائية على عام 2010 ماكو تحديث لحد عام 2020. فأعتقد الدوائر المتوسطة هي الأسلم اللي يمشي بها مجلس النواب العراقي وتكون سليمة ونتائجها سليمة. ليست هي مطلب الشعب سيد منصور، على عدد مقاعد النساء أيضا تكون هناك سيطرة. لا هو مطلب الشعب دوائر ست العزيزة، ما طول دوائر، أعلى شخص هو بالدوائر، إن كانت 3 دوائر أو 5 دوائر أو 10 دوائر، هي يعني يكون أعلى شخص هو بالأصوات هو هذا يفوز. قبل كانت في سانت ليغو لا، بالعكس من توصل إلى خط الشروع يعني القائمة تصعد كوتا، يصعد الأعلى أصوات، وكو مثلا القوائم صغيرة مثل واحد ماخذ 15,000 من يصعد ابو 3,000 بغير قائمة. فالآن هاي انتفى أعلى أصواته ويصعد، وأي مواطن يجي يأشر شخص ما يأشر قائمة وشخص في مثل القانون السابق. فأعتقد الدوائر المتوسطة هي أقرب حل وأصح بالنسبة لهذا القانون الانتخاب الجديد، وأعتقد سوف يغير كثير من الأحزاب إذا فعلا مجلس النواب العراقي صره وهي مشى هذا القانون بالدوائر المتعددة، راح كثير من الأحزاب تضمحل وتنتهي تدريجيا. سيد رامي، البعض يتحدث أنه اختيار الدوائر المتوسطة
هي نتيجة لتراكمات الفشل السياسي المستمر منذ 17 عاما، هي نتيجة تصدير الأزمات من حكومة إلى أخرى، وبالتالي على المواطن العراقي دائما أن يتحمل والسياسي يحصد. أنا رأيي الشخصي أنه العملية تضامنية أن تكون بين السياسي والمواطن. اليوم مزاج الناخب العراقي متقلب، والدليل هناك اختلاف في منسوب الأرقام بين كتلة أخرى. كتلة تلقاها بانتخابات معينة منسوبها 100 مقعد، في انتخابات المقبلة تلقاها متجاوز 20 مقعد. إذن مزاج الناخب العراقي هو أصلا متقلب، والسياسي يعني السياسيين برمته كطبقة سياسية حاكمة 100% هي تقامر، أستطيع أن أقول تقامر بمزاج الناخب العراقي بأصوات الناخبين العراقيين، وهذا يرجع إلى يعني خلينا نقول التعبئة الصحيحة للجمهور. يعني اليوم هناك مؤسسة تشريعية هي مؤسسة أم تنتج من عندها كل المؤسسات في تشكيل حكومة تنفيذية ووزراء ودرجات خاصة إلى آخره. 100% اليوم التغيير يجب أن يأتي تتابعا. أنا لا أستطيع أن أجزم بأن أقول أنه الحالة المثلى سوف يتم في الانتخابات المقبلة، هذا ضحك على الذقون. لا يمكن التغيير والتعافي بصورة جملة واحدة، سوف يكون هناك تصحيح في العملية السياسية نعم، من عطاف في العملية السياسية نعم، لكن هذا يحتاج من عملية تضامنية مع مزاج ووعي وثقافة الناخب العراقي. يعني لا يباوع الناخب العراقي إلا مصالحة الشخصية، والله هذا النائب يفيده يعني يفيده شخصيا فيروح انتخبه، مصلحة بلد المصلحة العامة يتغاضى عنها، واللي وين دمر البلد من هذه الفكرة. مع أنه شنو مسألة جدا مهمة، عدم شراء صوت الناخب العراقي لا يشترى بأبخس الأثمان، وهذا ما شفناه بالتجربات السابقة للأسف، اللعب على حاجات الناس ومصالحها الشخصية، فتجي كتلة سياسية وقوة سياسية تقامر بهذا الجمهور، تدخل عن طريق مصالحها وحاجاتها الشخصية تجي تحصد أصواته، مثل ما شفناه في سندات العقارات وغيره وغيره، والرواتب والتجنيد في وزارة الداخلية والدفاع كان ضمن صفقات سياسية لتعبئة الجماهير نحو كتلة سياسية دون كتلة أخرى. اليوم يجب أن يفهم المواطن العراقي بأن هناك دماء سقطت في الساحات الاحتجاج، يجب أن يغير من النظام السياسي. ترى الشارع لم يخرج على نائب يعني احنا نبدل النواب الانتخابات الجايه ونفس النظام السياسي، خرجت على نظام سياسي برمته، خرجت على قوه سياسيه طبقه سياسيه تريد ان تغير من ملامح الـ 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 السياسه في الشارع العراقي. مو احنا نسوي انتخابات جديده ونصرف اموال وندخل في عمليه انتخابيه على مود نغير فقط وجوه، ما سوينا شيء. خلي يفهم المواطن العراقي ان الكلام لا يطرح للاستهلاك، يجب ان يوعى بانه هو خرج على نظام سياسي على قوى سياسيه حاكمه، يجب ان تغير من نافذه اسمها الانتخابات وتاتي قوى سياسيه تضمن التمثيل الانسب الى الشارع العراقي، وان لا يكون الطبقة السياسية في بروج عاجية لا يمكن التواصل مع المجتمع وهي أحزاب سلطة وليست أحزاب دولة إلى آخره. العمل تضامني بين سياسي قريب إلى الشارع، يعني مو يختار لي سياسي وما شايفه وما يندل بيته وما يعرف رقمه وما يقدر يتواصل وياه كان مكان. اليوم يجب أن يكون المواطن العراقي ذو وجدان صحيح أن ينتقي شخص قريب إلى طموحاته وينظر بالمصلحة العامة. 100% من هذه المنطلق سوف نؤسس حجر أساس صحيح بالاتجاه الصحيح اسمه تمثيل حقيقي، تصحيح للعملية، تعافي في العملية السياسية بأن تكون هناك قوة سياسية شريفة تكون قريبة من الشارع يمكن تغييرها وتصحيحها في انتخابات ما بعد 21 وانتخابات التي تليها، وهكذا تتغير الأجيال السياسية ضمن عملية ديمقراطية اسمها صناديق الاقتراع. نعم سيد منصور، ذكرت قبل قليل أن الأحزاب الحالية هي التي تخلق المشاكل وأن القانون السابق ولد المحاصصة والفساد، ولكن أليست هذه الأحزاب هي أحزابكم؟ أليست الكتل السياسية هي الموجودة اليوم هي التي لديها خلافات حادة فيما بينها حول القانون؟ إذا كان الجميع ينتقد، من الذي يخلق المشاكل وينتقد القانون الحالي ولا يريد تمريره حاليا ويؤخر من جلسة إلى أخرى دون أن يكون هناك هدف لهذا التأخير؟ ست العزيزة، كل الأحزاب السياسية وكل الكتل، أنا ما استثني أي حزب ولا استثني أي كتلة، دائما هذه الكتل والأحزاب السياسية من عام 2003 ولحد الآن تمشي وراء مصالحها،
ما تمشي وراء مصلحة الشعب العراقي. ولا يوم من عام 2003 ولا حد الآن كل الأحزاب ولا استثنى أي حزب ولا أي كتلة، والدليل على ذلك كلها فشلت، ولا حزب نجح ولا كتلة نجحت، والكل شراكة بهذا الفشل، ولو فعلا ناجحين هم شراكة بالنجاح. فالصراع على مود المصالح آنش نعم. إذن الإفشال على تمرير هذا القانون هو لمصالح حزبية. نعم نعم، لمصالح حزبية وليس مصلحة الشعب. دائما هذه الأحزاب هي مصالحها يعني دائما مصالحها تغلب على مصالح الشعب العراقي. لو كانت فعلا هذه الأحزاب هي تريد مصلحة الشعب العراقي لما وصلنا لهاي النتائج الآن، والظروف اللي يمر بها العراقيين والظرف الاقتصادي اللي يمر به الشعب العراقي، هناك انهيار اقتصادي واضح يمر به العراق هو بسبب الأحزاب وسياسة هذه الأحزاب الفاشلة والمحاصصة. لأن الآن أيضا يردون يفصلون القانون مثل ما فصلوا الدستور بداية الدستور، هذا الدستور أيضا فصلت الأحزاب إلها، والآن هناك انتقائية بالدستور. المادة اللي تعجب هذه الأحزاب هي تمشي، وإذا تضر هاي الأحزاب لا يقول هاي مخالفة للدستور. الآن أيضا يردون يفصلون القانون مثل ما فصلوا قانون السانت ليغو، كل الأحزاب بس الأحزاب تصعد، ماكو مستقلين يصعدون. فالآن هذا القانون انفرض عليهم فرض من الشعب العراقي والمرجعية، ولو ما أكو فرض ما يمشي هذا القانون، دوائر متعددة أطلاقا ما يمشي. ولكن هناك مخاوف من الأحزاب من الشارع العراقي، والآن سوف يمرر القانون أعتقد هو بالضغط من الشعب العراقي والمرجعية. فمصالح هذه الأحزاب دائما هي كانت تغلب على مصالح الشعب العراقي. ولكن إذا إن شاء الله هذا القانون إذا سوف يمرر هذا القانون، أعتقد هذه الأحزاب سوف تنتهي تدريجيا في هذه الدورة، وهناك كثير من الشباب والمستقلين سوف يصعدون بأصوات وبأصوات الشعب العراقي، وننتهي إن شاء الله من المحاصصة ولو 50%، لأن الآن المحاصصة 100% موجودة من عام 2003 ولحد الآن. وأعتقد هذا القانون إن شاء الله سوف يخدم الشعب العراقي إذا فعلا الشعب العراقي لديه جدية ويضغط على هذه الأحزاب السياسية حتى يمر القانون بالشكل اللي يخدم الشعب العراقي ولا يخدم الأحزاب. سيد رامي، ذكرت في جوابك الأخير وجوابك الأول أيضا، ذكرت الناخب العراقي وربما حملته جزء من المسؤولية، ربما يتفق معك البعض أنك تحمل الناخب العراقي، لكن اليوم ما ذنب الناخب العراقي في التزوير الذي حصل في الانتخابات؟ ما ذنب الناخب العراقي بالمال السياسي الفاسد؟ ما ذنب الناخب العراقي بالسلاح المنفلت؟ اليوم الكثير من الناخبين يسكنون العشوائيات، والبعض الآخر في الخيام، والبعض الآخر ربما لم يجد حتى سكنا يؤويه. فألا تعتقد أن هذا الأمر هو مسؤولية الجهاز التنفيذي، الجهاز التشريعي في البلد، ومنع الفاسدين أصلا من الترشح وفق مبدأ النزاهة وفق مبدأ الحصول على خطى هذا المرشح قبل أن يدخل أصلا إلى العملية السياسية، قبل أن يوزع الأراضي كما تفضلت؟ يعني صراحة احنا لا يمكن ان نلقي اللوم فقط على الناخب العراقي، يعني الحكومة العراقية هي من تعبئ الجماهير بالاتجاه الصحيح، تخلق لديهم الهوية العراقية، حب الانتماء الى اخره. 100% اليوم هناك فرق بين مجلس النواب العراقي وبين حكومة، واكو متحدث وما يعرف الفرق بين الحكومة والدولة والمؤسسات الدولة والحكومة التنفيذية والسلطة التشريعية. اليوم الناخب العراقي يدلي بصوته في صناديق الاقتراع ثم يرحل. هسه منه راح يشكل الحكومه، قوى سياسيه تعيش هذا الازدواج، يعني رجل بالبرلمان ورجل في الحكومه. اليوم ما اثر على نظام 2003 ل 2020 هو مبدا المحاصصه ومقاسمه الغنائم ان صح التعبير في اداره الدوله العراقيه. الناخب العراقي وين مشكلته؟ مشكلته انه ما يمكن ان نوصله في يوم ما سلط هذه الأحزاب. يعني أنا اليوم نائب جديد عمري في الحقل السياسي سنتين، تجي تقول لي مو أكو أنتو درتوا، لا في ناخب عراقي سلط أحزاب من 2003 وخلاها تستحكم، وهذه الشعب هو مصدر السلطات. يعني الحكومات ماذا تنتجها؟ تنتجها الشعوب. في عبارة لقاضي فرنسي يقول المجتمع ما مضمونه أن المجتمع يخلق المجرمين الذين يناسبونه، أو ما معناه. فمئة بالمئة اليوم لا، نحن لا نحمل. نعم
استغلال حاجة الناس، ما عنده مأوى، ما عنده خدمات، بطالة، ما عنده مأكل ومشرب. دخلت أحزاب 2004 2005 2006 أسست إلى أساس مغلوط، لا يمكن نكران هذا الأساس المغلوط. سيد العزيز اليوم لا يمكن نتكلم في انتخابات 2020 ونحن لا ننفك عن الماضي. الأمم لا تنفك عن ماضيها السياسي وتاريخها السياسي. هناك معادلة مغلوطة سياسية أنشئت منذ 2004 أنتجت هذه الأحزاب. احنا نذب اللوم على ناخب او صندوق اقتراع، لا 100%، لكن كان مشترك في الجريمه شئنا ام ابينا بطريقه اخرى. الناخب العراقي يجب ان يتجه بالاتجاه الصحيح، مثل ما اتجه الى ساحات الاحتجاج، يجب ان لا يمتلك الصمت، يعني لا يؤمن بالقتال بالنيابه، بعضهم يظاهرون نيابه عنه وبعضه قاعد بالبيت ما عنده يشعر بالمسؤوليه، مو هي دماء سقطت وانت قاعد تريد التغيير من غيرك، هذا جزء من اتكاليه التفكير عند المجتمع العراقي. وعذرا ان نتكلم على المجتمع العراقي بهذه الطريقه، اليوم الشارع العراقي والبيت العراقي كلن يتحمل المسؤوليه، اللي ما انتخب بال 2018 هو انتخب بال 2006 و 2010 و 2014 واسس لقوه سياسيه ظالمه، سقطت الموصل ونهبت الميزانيات الانفجاريه الى اخره، يجي يقول ما انا احتجيت بال 2018، انت لا وضعت حجر اساس مغلوط في يوم ما واعطيته لاجيال جديده اتت ما بعدك، نعم. والتظاهرات شملت اناس اغلبيتهم جيل 2006 2007 الجيل الشاب الذي ليس مشترك في جريمة السابقة. الناخب العراقي يجب أن يصل من الوعي أن يغير المسار السياسي، والقوى السياسية نعم تريد بعضها أن تبقى بالسلطة وبعضها تريد مبدأ المحاصص وبعضها لا، بدأ ينفتح بانفراج الوعي إلى الأغلبية السياسية وتغيير المعادلة السياسية الحاكمة في العراق. نعم. عضو مجلس النواب عن سائرون السيد رامي السكيني، شكرا جزيلا. الشكر موصول أيضا إلى عضو مجلس النواب عن دولة القانون السيد منصور البعيجي. أمن السفارات على طاولة مجلس الأمن الوطني، وواشنطن بوست تتوقع مفاجأة أمريكية إيرانية على أرض العراق في أكتوبر. هو الواقع الطبيب لازم إلى أدوات، على أساس هاي الأدوات هو يعالج. أنت إذا ما موفر لهاي الأدوات، ما موفر له أدوية منقذة للحياة، ما موفر له تحاليل صحيحة للمريض، شنو راح يقدر يقدمه بالنتيجة للمريض؟ اعتداءات متكررة ودواء مفقود، أو أطباء البصرة يتساءلون بأي وسائل نداوي الجراح ونعالج المرضى. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني جلسة استثنائية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جرى تخصيصها لبحث أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق وحمايتها من الاستهدافات المتكررة. شدد الكاظمي خلال الاجتماع على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الهيئات الدبلوماسية حفاظا على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي. وأكد الكاظمي أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية، مشددا على عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة احترام الحكومة للعشائر العراقية، وقال إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد استهداف للعشائر.
ولليوم الرابع على التوالي يسود الهدوء في بغداد ومحافظات العراق الأخرى دون وقوع أي عمليات تستهدف قوات التحالف والسفارة الأمريكية أو الأرتال التابعة لها، وذلك بعد التحذير شديد اللهجة التي وجهه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لسياسة العراق بعدم سكوت واشنطن بعد الآن على أي هجوم. وذكرت مصادر أمنية في بغداد أن الهدوء هو الطابع الغالب على الموقف سواء في المنطقة الخضراء أو المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي، متوقعا استمرار هذا الهدوء في الأيام المقبلة في وقت لم يتبنى أي تنظيم في العراق عمليات استهداف أو قصف لمواقع تتمركز فيها قوات أجنبية أو أرتال تنقل مواد لوجستية لقوات التحالف الدولي. وتوقعت صحيفة واشنطن بوست حدوث مفاجأة أمريكية إيرانية على أرض العراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة على خلفية التهديدات التي صدرت عن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرا ردا على هجمات فصائل مسلحة ضد مصالح واشنطن وسفارتها في بغداد. وكتب الصحفي الأمريكي ديفيد إغناسيوس مقالا عن الرسالة شديدة اللهجة التي وجهها وزير الخارجية مايك بومبيو إلى سياسة العراق، قال فيه أن العراق هو الساحة التي يمكن أن تنفجر فيها مواجهة أمريكية إيرانية، مما يخلق مفاجأة أكتوبر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مطلع نوفمبر المقبل. وأكد الكاتب المتخصص في الشؤون الخارجية أن إغلاق سفارة الولايات المتحدة في العراق من الممكن أن يؤدي لشن ضربات جوية أمريكية على فصائل مسلحة تدعمها إيران. ويشير الكاتب الأمريكي إلى أن إيران كانت حذرة بشأن استفزاز إدارة ترامب مباشرة، لكن تصريحات بومبيو زادت من احتمالية نشوب صراع مفتوح. يقول مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية لواشنطن بوست أن هناك خطرا واضحا على حياة الأمريكيين إذا استمرت هذه الهجمات، وأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يريد أن يفعل الشيء الصحيح، لكن سيتعين عليه فعل المزيد وبشكل أسرع. وشددت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة وضع حد للهجمات المتكررة على السفارة الأمريكية والقوات الأجنبية، وحذرت من أن البلد لا يتحمل الخوض في غمار المجاملات إرضاء للأطراف المتنازعة. قال رئيس اللجنة محمد رضا الحيدر في مؤتمر صحفي برفقة عدد من أعضاء اللجنة إن العراق بلد ذو سيادة يحكمه الدستور والقانون، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تتجاوز على هذا القانون. إن العراق اليوم يمر بتحديات خطيرة يستلزم معها إعلان المواقف الصريحة والشجاعة أمام أبناء الشعب، وعدم الخوض في غمار المجاملات إرضاء لهذا الطرف أو ذاك. فالوطن ما عاد يتحمل المزيد، وكلكم تتابعون يوميا الخروقات الأمنية المتكررة التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، والتي هي من المفروض محمية بموجب المعاهدات والقوانين الدولية النافذة. إن العراق بلد ذو سيادة يحكمه الدستور والقانون، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تتجاوز هذا القانون أو تتعدى على مواد الدستور، وهو ما يدعونا جميعا لاتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه أي مخالفة تصدر، إذ أن تكرار تلك الخروقات وتزايد الاعتداءات تعرض سمعة البلد للخطر، وتضعف من هيبة الدولة، وتقلل من مكانة البلاد في المحافل الدولية. المعني بهذا القانون هو القوى السياسية. رئاسة المجلس جاهزة لعرض مقترحات اللجنة القانونية في أي وقت. إن لم نتوافق فلغة الأرقام هي من ستحكم في داخل مجلس النواب. الدوائر الانتخابية اختارها الشعب ويجب تحقيق العدالة بتوزيعها، يقول الحلبوسي ويطالب البرلمان باعتماد البيومتري حصرا. نرحب الآن بالنائب السابق عن نينوى محمد نوري العبد رب. أهلا بك سيد محمد في حصاد الليلة.
ما تبقى من نينوى كيف ممكن أن يتأثر بقانون الانتخابات الجديد إذا كان دوائر وسطى أو متوسطة كما يقولون أو دوائر متعددة أو ربما يعني استثناء نينوى؟ شكرا لكم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. وكلمة قيمة تفضلت بها جنابك اللي هي ما تبقى من نينوى. فعلا ما تبقى من نينوى، لو شهدنا عملية إعمار في محافظة نينوى، لو شهدنا عملية بناء البنى التحتية والمستشفيات والمدارس والجسور، لا ممكن أن نغض النظر عن بعض التصرفات أو بعض الأعمال اللي تحدث هنا أو هناك أو بعض الاتفاقات السياسية اللي تحدث تقول لأجل أنه هناك خدمات قدمت، لكن للأسف الشديد لم نشاهد لا عملية الإعمار ولا عملية البناء ولا عملية يعني إعطاء نينوى ما تستحقه سواء في المجال الخدمي أو المجال السياسي. لذلك لحقونا مثل ما يقول على 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 القشر للأخير، وذهبوا إلى تقسيم نينوى إلى 8 دوائر انتخابية، ونحن لسنا معترضين على هذه التقسيمات على 8 دوائر على اعتبار أنه نينوى شأنها شأن المحافظات الأخرى. لكن ما يثير الشك بهذا التقسيم يبدو أن هناك استهداف، ومن وضع هذا التقسيم ذكي جدا، يبدو أن هناك استهداف للموصل تحديدا. لذلك نشاهد أنه تم جعل نينوى 8 دوائر، لكن من الغريب أنه في هذه الدائرة في قسم من الدوائر اللي هي داخل الموصل أتى بمنطقة في الجانب الأيمن، وأتى في منطقة مثلا في الجانب الأيسر ضمن دائرة واحدة، وأتى في منطقة هي في أقصى الشمال، وأتى في منطقة هي في أقصى الجنوب ضمن دائرة واحدة. ولذلك سأتطرق إلى بعض المناطق تحديدا ضمن هذه الدوائر، وأتطرق إلى نسبة الكثافة السكانية في هذه الدوائر وما تبقى من 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 ايضا اعداد ناخبين او عفوا تعداد سكاني ما تبقى، كيف يهمل وكيف يضاف في مناطق اخرى. فنتحدث مثلا عن طبعا الاسماء اللي راح اذكرها تسمى مراكز التموين ليس المناطق، لكن اغلبها هي نفس المناطق. نتحدث مثلا عن مركز التموين اللي يسمى الاندلس والتاميم والجزائر، هذا الكل في الجانب الايسر. نعلم جميعا أن هذه المناطق هي في الجانب الأيسر، الأندلس، التأميم، الجزائر. لكن أن تأتي وتضيف منطقة الرفاعي أو 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 تموين الرفاعي إلى هذه الدائرة، وتضيف العريبي إلى هذه الدائرة، أنا ما أفهم شنو الغاية من هذا الموضوع. إذن الغاية واضحة، هي التشتيت بمجرد يعني اليوم أنا مع يعني طالما نحن ذاهبين إلى موضوع الدوائر الانتخابية، إذن هناك مناطق لديها مرشحين. طيب اليوم أنت من أكو واحد مرشح في منطقة الرفاعي، شلون تخلي أبو حي الزهراء مثلا أو حي الجزائر ينتخب هذا الشخص؟ أبو حي الجزائر عنده مرشح ضمن منطقته والمنطقة القريبة عليه، أنت شكو معبرني من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر؟ شنو الغاية من هذا الموضوع؟ يعني ليه وين تريد توصل بهذا التقسيم؟ هذا واحد. نذهب إلى مثلا دائرة أخرى، الرشيدية. الرشيدية الكل يعلم موقعها، ما هي الدائرة الانتخابية اللي مضافة معها؟ وادي حجر، المأمون. شنو علاقة الرشيدية بوادي حجر وبالمأمون؟ يعني شنو التقارب اللي شنو هالوطنية هاي الزايدة عندكم يعني بهذه الطريقة؟ زين انت ما تضيف الرشيدية مع حي العربي، زين ما تضيف الرشيدية يمها الجامعة مثلا، زين ما تضيف الرشيدية يمها المناطق الأخرى القريبة عليها يعني القبة وشريخان وما إلى ذلك من المناطق هاي القريبة عليها. طيب أنت جايب ليها على وادي حجر، شنو المنطق اللي خليت نفسك تضيف وتقبل بهذا؟ زين تجي إلى منطقة أخرى، دائرة أخرى، بحشيقة، ناحية تابعة لقضاء الموصل، ضايفين معاها شوف 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 الطامة الكبرى، ضايفين معاها موصل الجديدة، ضايفين معاها اليرموك. أخي بحشيقة وين؟ موصل الجديدة وين؟ واليرموك وين؟ زين ضايفين معاها المثنى. طيب أنت البحشيقة خلي معاها مثل من الجانب الأيسر، أنت تيجي تخلي معاها منطقتين أو مراكز تموينية في موصل الجديدة واليرموك اثنين،
وترجع تطفر لي على مركز تموين صلاح الدين اللي هو يجمع حي سومر يمكن وما إلى ذلك في منطقة حي الوحدة وما بعدين يضيف لها المثنى يضيف لها المنصور. يعني يعني بصراحة يعني من البارحة لحد الآن أريد أفهم هذا اللي خلى هذا التقسيمات شنو الغاية اللي عنده من خلى هيش تقسيمات في داخل الموصل؟ يعني شنو الهدف من عنده لوير يدر؟ أو طلعنا في أنا شخصيا طلعت في نتيجة واحدة أنه من وضع هذه التقسيمات بصراحة لديه هدف أنه يشتت أصوات الموصل بصراحة يشتت كائن من يكون أنا ما أعرف من اللي خلى لكن كائن من يكون هذا عند غرض يريد يشتت الأصوات اللي موجودة في مدينة الموصل. وإلا يا أخي العزيز أنت اذهب عندك تموين موصل الجديدة عندك تموين وادي حجر أو المأمون قريبات عليهم عندك تموين اليرموك قريب عليه أنا ممكن أن أصير دائرة. أنت شكو رايح جايب لي الرشيدية مخليها مع وادي حجر وشكو رايح جايب لي مثلا الرفاعي ومخليه مع الكرامة وين أكو إيش منطق؟ يعني الرفاعة تحول إياه على الكرامة في دائرة انتخابية شلون رسمتها؟ يعني طبعا بالمناسبة تلعفر مخلينها دائرة انتخابية مخمور القوير الحمدانية الكلك النمرود برطلة دائرة واحدة بثلاث مقاعد سنجار مخلينها في دائرة انتخابية مقعدين. طيب ليش ما أضفت أنت سنجار والقيروان اللي هم يعني ناحية القيروان طيب ناحية الشمال بمقعدين سيد محمد نور يعني وسط هذه التقسيمات والبعد. التي نعم. تتحدث عنها يعني أنت تتحدث عن دمج أقضية ومناطق في الشمال وفي الجنوب ما الهدف من ذلك وما الغاية من ذلك برأيك؟ يعني الغاية الرئيسية أنا يعني ذكرت تشتيت أصوات الموصل يعني إذا صح التعبير قصبة الموصل لأنه أنت مو من المنطق اليوم تجي تضيف منطقة في الجانب الأيمن في دائرة انتخابية على منطقة في الجانب الأيسر في منطقة انتخابية أخرى ثم تنتقل إلى أقصى الشمال تضيف منطقة وثم تنتقل إلى أقصى الجنوب تضيف منطقة يعني وكأنما يعني عمل مزاجي أو عمل مدروس يعني عمل مدروس أنه فقط وحتى ممكن أنه تدعم بعض الشخصيات من هنا أو هناك لأن البقية ما راح يحصلون هذه الأصوات على اعتبار أنه مثل ما قلت أنه اليوم قد يكون ابن مثلا المرشح في دائرة حي الرفاعي أو دائرة اليرموك صعب أنه يروح يحصل له أصوات من دائرة حي الجزائر على اعتبار حي الجزائر أيضا عندهم مرشحين ليش ما خليتوها ضمن دائرة واحدة أو أقسم الموصل قضاء الموصل أقسمه إلى أربع دوائر انتخابية حتى يأخذ استحقاق الحقيقي يعني أنا أريد أعطيكم بعض الأرقام اللي موجودة ضمن هذه الدوائر يعني عندنا مثلا دائرة اللي سمى الأندلس التأميم الجزائر الرفاعي الزهراء العريبي الكرامة الوحدة مجموع السكان بها 667,000 وما يقارب 50,000 يأخذون 767,000 وتهمل 50,000 في الوقت الحاضر تهمل محمد لو سمحت ثم الدائرة الأخرى يهمل منها 43,000 تفضل محمد اختصارا للوقت ذكرت أنه هذا الذي يريد أن يشتت أصوات الموصل ووصفته بالذكي ولا أعلم أي نوع من أنواع الذكاء هذا لكن هل من المعقول أن يسيطر ذكي على هذه المدينة التاريخية على مدينة عريقة أين من يمثلون هذه المدينة كيف يدعون هذا الذكي أن يسيطر على مقدراتهم ويفرق ويقسم هكذا المناطق يعني وكأنه لا أحد موجود يمثلها في الجهاز التنفيذي أو التشريعي شوف في بعض الأحيان مو الكل دائما تحضر الاجتماعات ومو الكل دائما تناقش ومو الكل دائما تعطي آراءها في بعض الأحيان يكون مثلا لدي ثقة أو اكتفاء على سبيل المثال بالأخوة الآخرين وقد يكون قسم من عندهم غير يعني غير فاعلين في موضوع الانتخابات أو ليس لديهم الدراية الكافية في موضوع الانتخابات واليوم يعني أي واحد من تقول له أنت مثلا قسمت 2 و8 دوائر انتخابية شأنها شأن بغداد اللي قسمت 17 شأنها شأن المحافظة الفلانية 4 دوائر يعني يشوف الموضوع طبيعي جدا يعني خلاص احنا حالنا حال المحافظات الأخرى تقسم على اعتبار الكوتا كم نساعدنا 8 فتقسم 2 و8
هذا ممكن أن يأخذها في حسن النية، لكن عندما ندخل إلى التفاصيل وندخل إلى النوايا اللي وصلتنا لهذا المستوى، طبعا أنا ما أتحدث من يمي، دا أتحدث بأرقام ودا أتحدث بتقسيمات وجداول. يعني لولا اليوم قسم من الإخوان اللي صاروا فاعلين داخل قبة البرلمان وطلبوا تأجيل هذا التصويت على 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 هذه الجداول لكان مضى اليوم، مضت هذه الجداول وتم التصويت عليها وأقرت، لكن هناك بعض المداخلات من قسم من إخوان النواب مشكورين اللي تواصلنا وياهم وقدروا أن يأجلون التصويت على هذا. فمو كل واحد، يعني اليوم أنت من تجي مثلا على سبيل المثال من تجي لي على أبو تلعفر، خلاص دائرة الانتخابية واضحة عنده بتلعفر، دائرة الانتخابية أربع مقاعد عنده، وعنده 424,000 يهمل من عنده 30,000، ما عنده مشكلة، مو بالضروري أن يجي دافع اليوم عن الموصل. بالمقابل سنجار على سبيل المثال أيضا عنده دائرة انتخابية، عندما نتكلم عن تلكيف أيضا عندهم دائرة انتخابية هما وبعض، عندما نتكلم عن البعاج والقحطانية والحضر والقيارة والشورى والمحلبية والحمام أيضا هؤلاء دائرة انتخابية. فأنت ما عندك ممثل من الموصل، على الرغم أنه هناك من دافع وقاتل، ولكن كممثل حقيقي أنه يفهم هذا الموضوع بهذه الطريقة ما موجود. يعني اليوم أنت عندك من هو ممثلك في حي الجزائر أو من الرفاعي على سبيل المثال من داخل الموصل أتحدث، ما موجود. ولذلك مضى الأمر بهذه الطريقة أنه إحنا قسمنا لنا 8 دوائر انتخابية، فهذه الدوائر الانتخابية اللي تم تقسيمها لازم ترضى بأرض الواقع، وهذا أرض الواقع أنه أجيب لك واحد من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال وأعملهم في دائرة واحدة. إذن هي ما هي الغاية؟ غاية تشتيت الأصوات لا أكثر ولا أقل. فإذا أكو وقت حتى أنطيك بعض الأرقام اللي ممكن أن أستفاد منها، لكن أعتذر منك سيد محمد، لكن هذا يعني ما قلت لك عندي 3 دوائر انتخابية. تمام، أعتذر منك سيد محمد، هذا ما سمح به الوقت النائب السابق عن محافظة نينوى السيد محمد نوري العبد ربه، شكرا جزيلا لك. الغضب يعود لساحات الانتفاضة بعد ترحيل مطلب الشعب، إفشال الأحزاب للدوائر الانتخابية، إنكار لدماء الشهداء. المعني بهذا القانون هو القوى السياسية. رئاسة المجلس جاهزة لعرض مقترحات اللجنة القانونية في أي وقت، إن لم نتوافق فلغة الأرقام هي من ستحكم في داخل مجلس النواب. الدوائر الانتخابية اختارها الشعب ويجب تحقيق العدالة بتوزيعها، يقول الحلبوسي، ويطالب البرلمان باعتماد البيومتري حصرا. أمن السفارات على طاولة مجلس الأمن الوطني، وواشنطن بوست تتوقع مفاجأة أمريكية إيرانية على أرض العراق في أكتوبر. هو الواقع الطبيب لازم إلى أدوات، على أساس هاي الأدوات هو يعالج. أنت إذا ما موفر له هاي الأدوات، ما موفر له أدوية منقذة للحياة، ما موفر له تحاليل صحيحة للمريض، شنو راح يقدر يقدمه بالنتيجة للمريض؟ اعتداءات متكررة ودواء مفقود، أطباء البصرة يتساءلون بأي وسائل نداوي الجراح ونعالج المرضى. لأنه يرسمون الحدود الفاصلة بين ناحية الحبانية وناحية الخالدية، بين الخالدية والحبانية. طلع أخذنا اللجنة، جت اللجنة رسمت الحدود، طلعت ملعب الفهد مقابل الشيخ مسعود، على ملعب الفهد هاي حدود بلدية الخالدية. إرث الأجداد في خطر، فلاح الخالدية يحذرون من تغيير جنس مزارعهم إلى أراض تجارية.
ينضم إلينا سيدة خالدة خليل نائبة عن الحزب الديمقراطي. أهلا بك معنا سيدة خالدة. إذا ما كنت سمعت النائب السابق عن نينوى السيد محمد نوري العبد ربة وهو يفسر لنا هذا التقسيمات بين الأقضية والمناطق، وأشار إلى أن هناك لعبة من وراء هذه المناطق لربما لها ارتباط بالخلافات على قانون الانتخابات، هل تعتقدين أن لربما فكرة دمج بعض الأقضية هو أمر انتقالي؟ هل هناك غايات سياسية وهل هناك استهداف للموصل؟ مساء الخير عليك وعلى جميع الضيوف، عفوا على جميع مشاهدي قناة الشرقية. في الحقيقة لم أسمع الزميل السابق اللي حضر قبلي، ولكن مسألة هذا القانون الانتخابي الجديد هو شئنا أم أبينا فقد تم التصويت عليه، وبالتالي نحن الآن أمام مسألة الدوائر المتعددة. إذن علينا اختيار طريقة لهذه إيجاد أو نتفق جميع الكتل السياسية على آلية لاختيار هذه الدوائر المتعددة. في الحقيقة هناك خلافات وهناك مقترحات كثيرة أيضا مقدمة إلى اللجنة القانونية، واليوم كان قراءة لهذه المقترحات، لكن الأهم أنه هناك بعض الخطوط العريضة أو بعض المبادئ التي يجب أن تعتمد، ومنها هي أنه يكون هناك عدالة في مسألة الدوائر الانتخابية في جميع المناطق في جميع المحافظات، أن لا يكون هناك استثناء، لأنه الحقيقة بعض النواب من نينوى وبعض النواب أيضا من كركو كانوا يطالبون بأن يكون هناك استثناء على اعتبار أنها محافظات ذات مكونات. نعم هي محافظات ذات مكونات، ولكن هذا لا يمنع أبدا أنه يكون هناك عدالة، أي أن يعتمد مبدأ واحد لكل المحافظات في العراق. نحن مع أن يكون هناك معيار واحد وليست معايير مختلفة، لأنه المعايير المختلفة لا تحقق العدالة. بالتالي أن تكون هذه المناطق التي تدمج لتكون دائرة واحدة تكون متجاورة، يعني أن لا تكون هناك مناطق في الشرق مثلا ومناطق أخرى في الغرب، يجب أن تكون هذه المناطق متجاورة لكي يتم دمجها. المسألة الأخرى أنه تعتمد إحصاءات 2010، لأنه هذا الإحصاء اللي هو في 2010 سيحقق لدينا العدد المطلوب في مجلس النواب وهو 329 نائب، لأنه إذا اعتمدنا أي إحصاءات أخرى لن يكون هذا العدد اللي هو الآن موجود. نحن يعني نتجنب طبعا زيادة في عدد النواب، ولذلك اعتمدنا. نعم ذكرتي معايير التقسيم والعدالة في المحافظات، من يحدد هذه المعايير؟ وأنتم اليوم يعني ككرد كيف تنظرون إلى هذا التقسيم في داخل محافظة نينوى؟ نحن الكرد لم يكن لدينا أي اختلافات واعتراضات، بالعكس نحن مضينا في هذا الأمر وكنا معهم في مسألة أنه نصوت على أن يكون هناك معيار واحد. المعايير أنا قلت بأنه كانت لدينا هناك مجموعة مقترحات في اللجنة القانونية، منها أن تقسم المحافظة على أساس عدد النساء فيها، يعني مثلا عندنا في الموصل 8 نساء أن تقسم إلى 8 مناطق انتخابية، في بغداد 17 امرأة تقسم إلى 17 منطقة أو دائرة انتخابية. هذا كان واحد من المقترحات. هناك مقترحات أخرى أن يعتمد الحد الأدنى للمقاعد اللي هو 3، على أن يكون من 3 إلى 5، أو من المحافظات الكبيرة مثل بغداد من 5 إلى 7 وهكذا. إذن أي معيار كان وأي معيار يتم الاتفاق عليه على أن يكون المعيار هذا موحدا لجميع العراق، يعني أن لا تكون هناك استثناءات، وهذا من باب العدالة. والحقيقة نحن في الكتل الكردية وفي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالذات دائما مع تحقيق العدالة، ودائما أن يكون هناك اتفاق وتوافق بين جميع الرؤى لكي نخرج بنتيجة واحدة، لأنه الشعب أيضا ينتظر الانتخابات المبكرة وينتظر أن ننتهي من قانون الانتخابات
اللي رمت الحكومة، الكرة التي رمتها الحكومة في. نعم. ولكن سيدة خالد، لربما العدالة التي تنظرون إليها في تقسيم لكي نترك الباقي. نعم، لربما العدالة التي تنظرون إليها في هذه التقسيمات هي ليست عدالة من وجهة نظر نواب نينوى، وقلت أنك لم تسمع وجهة نظر سيد محمد نور العبد رب الذي أشار إلى تقسيمات كثيرة ودمج الشمال بالجنوب وتقسيمات ما بين أقضية ومناطق إلى آخره. ولكن نقول أن قضاء مثل الموصل قد يكون ثالث أكبر قضاء بعد مدينتي بغداد والبصرة، هل يعقل أن يكون هناك اقتراح دمج أقضية معه؟ ما الغاية من ذلك؟ يعني ما العدالة في تحقيق لربما دمج قضاء لديه لربما أكثر ما يقارب المليونين نسمة بأخرى قد لا يتجاوز فيها لنقول 100,000 نسبة؟ أين الأخذ بعين الاعتبار في هذه التقسيمات؟ لا، الاختلاف اللي صار بأنه هناك البعض الذي طالب بأن يكون قضاء الموصل هو لوحده دائرة انتخابية، أي تكون بذلك 16 أو 17 مقعد من حصة هذه الدائرة، بينما لدينا دوائر أخرى مثلا تكون من حصتها مقعدين أو ثلاثة. هذا أيضا لا يحقق العدالة. ما نريده نحن أن يعتمد معيار واحد، أن تقسم مثلا يقسم قضاء الموصل إلى عدة دوائر من 3 إلى 5 مثلا، أو شوف أي معيار إحنا نتفق عليه في مجلس النواب، هو هذا اللي يحقق العدالة. أما أن يفصل القانون على أساس بعض النواب الذين يريدون تكرار أن يكرروا أنفسهم أو تكرر التجربة، فهذا سيكون مرفوض، لأنه ليس المطلوب اليوم أن يعود هذا النائب أو ذاك، سواء كنت أنا أو غيري أو أيا كان الأسماء غير مهمة، ولكن العدالة مهمة. المبدأ الأساس هو مهم، أن يكون هناك تمثيل لهذا المكون مهم. هذه الأمور الأساسية والمبادئ الأساسية التي يجب الاتفاق عليها، أما الأسماء والأشخاص فهذه أشياء ثانوية من وجهة نظري. شكرا جزيلا لك يا النائبة عن الحزب الديمقراطية سيدة خالدة خليل. في الرأي شجاعة فائقة، وفي الخبر سرعة فائقة، وفي الصورة دقة فائقة. الشرقية عبر نانسات وعلى التردد 10,892. بولاريزيشن هيروزنتال سيمبل ريت 27,500. FEC 5/6. الغضب يعود لساحات الانتفاضة بعد ترحيل مطلب الشعب، إفشال الأحزاب للدوائر الانتخابية، إنكار لدماء الشهداء. المعني بهذا القانون هو القوى السياسية. رئاسة المجلس جاهزة لعرض مقترحات اللجنة القانونية في أي وقت، إن لم نتوافق فلغة الأرقام هي من ستحكم في داخل مجلس المجلس. الدوائر الانتخابية اختارها الشعب ويجب تحقيق العدالة بتوزيعها، يقول الحلبوسي، ويطالب البرلمان باعتماد البيومتري حصرا. نرحب الآن بكل من الناشط أحمد الوشاح والباحث حسن العتابي والناشط ياسر السالم. أبدأ مع السيد الوشاح، أهلا بك في حصاد الليلة وبجميع الضيوف. أحمد، كيف تنظرون إلى تأجيل الدوائر المتعددة؟ ما المغزى اليوم من تأجيلها؟ مساء الخير عليكم على جمهور قناتكم الكريمة وعلى ضيوفك الأعزاء. حقيقة احنا تعودنا من هذا البرلمان البائس بعد 2003، هو سرطان على الشعب العراقي ومرض على الشعب العراقي. يعني بهالظرف هذا، بسخونة الشارع، بتأجيج الشارع، احنا جاي نحاول نسوي تهدئة، جاي نحاول انه نحث الناس على الانتخابات، جاي نحاول انه نقنع الناس يابا اكو 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 بدت انه بوادر خير بخصوص الانتخابات. العزوف اللي
اللي صار بالانتخابات ووصلت انه ملايين العراقيين لحد الان ما مستلمين بطاقه الناخب، هذا اجى نتيجه يأس او نتيجه انه عدم ثقه. واليوم البرلمان العراقي جدد هاي عدم الثقه ووصل انه مرحله كذلك جدد موضوع الطائفيه والمكونات عندما قضيه الموصل وحسب المكونات وحسب الطائفيه. احنا نبحث عن مشروع وطني، عن 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 تحالف وطني، عن برلمان وطني. احنا مو بحاجه مكونات وطوائف اللي مشلبين بها صار لهم 17 سنه. الشعب العراقي هاي بعيد عنها. احنا مو احنا طالعين انه بناء دوله حقيقيه، مو طالعين انه حق المكون الفلاني او ليش هي الاغلبيه ولا الاقليه، ومنو الماخذ حقه بال 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 بهذا النظام البائس. احنا حقيقه مو موضوع انه كان دوائر متعدده او كان دوائر صغيره او دوائر متوسطه، الموضوع انه يحتاج اقناع الشارع انه يروح يستلم بطاقه الناخب ونحثه على الانتخاب. لكن للاسف البرلمان البائس ما جاي يساعدنا بهذا الموضوع، اجل الجلسه، ترك استمر بالتسويف وترك خطوره الوضع اللي جاي يمر به الثوره والتجديد انه بعد راح يكون السنه على عمر الثوره بمئات الشهداء، بعشرات الاف الجرحى، بمعتقليها، بتضحياتها، بدمار بعض المناطق. انه اليوم جدد لتهيج الشارع بواحد عشرة وبعد واحد عشرة، يعني كلها انه ترجع الصراعات السياسية بين الأحزاب والكتل السياسية، هاي ما جاي نتخلص من عدها. لكن خلي يعرفون مجلس النواب انه احنا كثورة راح تتجدد يوم 25، والله العظيم ما راح يبقى مجلس نواب ولا راح يبقى برلماني يتلاعب بأرواح العراقيين. نعم سيد الرشاح، ويستمرون. إذا يعني أنتم كناشطين ستجددون الانتفاضة، هذا ما سأنتقل به للسؤال للسيد حسن العتابي من بعد الترحيب بك مجددا. ما تعليقكم على ما يجري من خلافات سياسية داخل أروقة البرلمان وكل يتصارع لمصالحه الحزبية، وهذا ما أكده لنا السيد منصور البعيج عندما استضفناه في بداية هذا الحصاد؟ هناك صراع على مصالح حزبية كل لصالحه، وهناك ربما يعني بعض المراقبين يرون هناك التفاف على مطالب الشعب، بماذا ترد على ذلك؟ السلام عليكم، تحياتنا إليك وتحياتنا لقناة الشرقية ولضيفنا الكريم أستاذ أحمد. الحقيقة حتى الشارع العراقي يفهم ماذا يجري في البرلمان وماذا يعني قانون الانتخابات والنظام الانتخابي وكيف التخلص من هذه المصالح الحزبية اللي تسعى للهيمنة والسيطرة على السلطة من أجل استنزاف خيرات هذا البلد. الحقيقة احنا أول شيء خلينا نعرف قضية الانتخابات المبكرة. الانتخابات المبكرة، الشعوب لما تذهب إلى انتخابات مبكرة هناك هدف واحد وسبب واحد. هناك سبب اللي هو هناك أزمة سياسية متسبب بها أطراف في العملية السياسية تعرقل مسيرة العملية السياسية، لذلك لابد من استبعاد هذه الأطراف بالطرق والسياقات القانونية، لذلك نجري انتخابات مبكرة. أما بخصوص القانون الانتخابي، في اليوم القانون الانتخابي لا يمكن أن يتماشى مع الدستور العراقي، خصوصا واليوم النظام اللي يعني مطالب به هو نظام فردي، والنظام الفردي هو يعني حسب المعروف هناك ثلاث أنظمة رئيسية، نظام فردي ونظام نسبي وكلية انتخابية، وهناك نظام آخر مختلط. هذا النظام الفردي هو تحويل المعدل الوطني إلى دائرة انتخابية يستخرج من عندها مرشح واحد فقط. أما اللي سن اليوم أو طالبوا بسن البرلمانيين اليوم هو ليس بنظام فردي أبدا، لأن النظام الفردي هو على نوعين، أما يكون ذو الجولة الواحدة أو ذو الجولتين. والنظام النسبي هو ايضا معروف، يعني سبق وكنا احنا نمارس النظام النسبي. اما هذا اليوم المقترح اللي هي تكون انه تحويل الدائره
إلى 4 مقاعد، هذا بسبب الإشكال اللي يقدمه من قبل النظام الثنائي O.1 وهو نظام عراقي انتخابي جديد طرح بالمقارنة مع الأنظمة الانتخابية العالمية، وهو من حدد أنه لا يمكن أن يمشي يعني يتماشى النظام الفردي مع المادة 49 في الفقرة الثانية اللي تتعلق بقضية الكوتة، على اعتبار إحنا مجتمع شرقي والمجتمع الشرقي عادة يميل إلى انتخاب الرجال، فبالتالي لا يمكن استخراج هذه الكوتة على اعتبار الدائرة راح تخرج برجل واحد بشخص واحد، وراح تكون هناك أزمة كبيرة أمام هذه المشكلة في المادة 49. نعم ياسر. نعم سيد حسن لو سمحت لي سيد حسن، لأن الوقت ضيق دعنا نشرك ياسر في هذا الحوار. ياسر، ما هو رأيكم بالدوائر المتوسطة؟ يعني بداية احنا يبدو متفقين على ان مصلحة البلد في واد ومصالح القوى السياسية المتحكمة في العملية السياسية في واد آخر، وبالتالي اللعب على الدوائر الانتخابية اليوم هو لعب من اجل ضمان حصة القوى، ضمان القوى السياسية لحصصها في مجلس النواب المقبل، بينما كانت العملية كما طرحها المنتفضون هي مسعى للتغيير ومسعى لتضييق الخناق على الفاسدين وعلى الفاشلين الذين يصلون إلى مجلس النواب إما بشراء الأصوات أو بتزوير النتائج أو من خلال يعني استخدام ورقة الخطاب الطائفي أو خطاب الكراهية وبالتالي الوصول وكسب أصوات الناس. كانت فكرة الانتفاضة أن تكون هنالك دائرة واحدة صغيرة لكل مرشح، لكل 100,000 ناخب يكون هنالك دائرة وبالتالي مرشح. إما أن نستطيع أن نحقق هذا الشرط وهو بالتأكيد صعب في ظل غياب الإحصاء السكاني الواضح وفي ظل غياب التقسيمات الإدارية الواضحة التي يمكن أن تفرز المناطق داخل المدن على أساس دائرة واحدة لكل مرشح أو لكل 100,000 ناخب، بالتالي نحن ذهاب يعني نعود إلى أفكار أخرى، لما لا نعود إلى المحافظة دائرة واحدة أو العراق بأكمله دائرة واحدة، على اعتبار أن شعار الانتفاضة كان الشعار الرئيسي نريد وطن، وبالتالي الوطن لا يتحقق إلا بإنهاء التقسيمات الإدارية أو التقسيمات الطائفية الإثنية، وهذا الحل تنسجم معه تماما حل العراق اعتباره كدائرة انتخابية واحدة، أو الذهاب إلى الدائرة الصغيرة دائرة التي يرشح فيها الشخص الواحد. الفكرة هي محاصرة جميع الفاسدين ومحاصرة كل الفشلة الذين تسببوا في انهيار العراق ووصوله إلى الوضع المزري الحالي الذي يعيشه الشعب العراقي. كما ذكرت مصالح القوى السياسية اليوم تحتم عليهم أن يلعبوا بالدوائر الانتخابية كما يشتهوا وكما يريدوهم، وكل التعطيل الذي حصل خلال الفترة الماضية في شأن إقرار قانون الانتخابات كانت هنالك اجتماعات داخل القوى السياسية وحساب لأصواتهم وقواهم التصويتية وحصصهم، وبالتالي اليوم وصلوا إلى مجلس النواب. نعم ياسر، أيضا سأسأل يعني أحمد، انطلاقتكم الأولى في الانتفاضة كانت للتصليح والتغيير، للإصلاح والتغييرات السياسية. اليوم في تجديد هذه الانتفاضة وسط تلك الخلافات السياسية على قانون الانتخابات، بماذا ستؤكدون وتنادون له؟ هل ستنادون بدوائر متعددة، دوائر صغيرة وسط الخلافات وتجديد الجلسة من واحدة تلو الأخرى وليس هناك توافق واتفاق سياسي؟ احنا الساحات من بداية انطلاقة الثورة قبل سنة هي يعني كانت واضحة المطالب بخصوص الانتخابات، كان دوائر متعددة، ترشيح فردي، الفائز بأعلى الأصوات كان واضح. بعدين احنا قدمنا نظام انتخابي، يعني كساحات قدمنا نظام انتخابي وراح يشرحه مداخلته استاذ حسن، انه النظام يضمن انه ما تكون تزوير بهاي الانتخابات،
تكون البطاقة الوطنية كذلك. اقترحنا قلنا يابا أنه أنت ليش تسوي بطاقة داخل؟ البطاقة الوطنية ممكن أنه نستخدمها بالانتخابات تكون أقل كلفة. ليش أنت مسوي نظام خاص وأجهزة خاصة وبطاقة ناخب وهاي التكاليف وإحنا جاي نمر بأزمة؟ البطاقة الوطنية اليوم هي ما تتزور لأن باعتبار بصمات وصورة وبصمة عين أنه ممكن أنه نستخدمها بالانتخابات. كذلك نظام كامل قدمناه أنه يعتمد حتى يحل مشكلة الكوتا، أنه الشخص ممكن ينتخب مرأة أو رجل يعني في نفس هذا الراعي الكوتا ما الكوتة المرأة. لكن هم يختلفون كبرلمان يختلفون من أجل مصالحهم ومكاسبهم ويتفقون على 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 كيف قمع وقتل وتسويف مطالب الشعب العراقي. اليوم كثورة هي حاملة تطلعات شعب كامل، يعني كثورة تشرين حملت مطالب وهموم ومعاناة شعب. هم متجاهلين كل الشعب العراقي. جاي يبحث لي انه المكون الاقليه او المكون الفلاني، ليش هو احنا مشكلتنا المكونات ومن ماخذ حقه المكون الكبير او الصغير؟ هم ناهبين البلد بكل مكوناته بكل طوائفه. جاي يحاولون يرسخون الطائفيه أحمد. ويجددون الطائفيه ويصنعون مشاكل. نعم يا احمد، دعنا ننتقل الى حسن العتابي. سيد حسن، اليوم ماذا على المواطن، ماذا على الناخب أن يفعل وسط كل هذه المشاكل، وسط الصراخ السياسي وأيضا صوت انتفاضة تشرين والدماء التي ذهبت؟ ماذا على المواطن العراقي، كيف يتعامل مع هذه المرحلة بإيجاز لو سمحت؟ طبعا أنا عندي مقترح، يا ريت يعني حضرتك تنطيني بدل الإيجاز كم دقيقة حتى أوضح فشي مفيد للشارع العراقي. وجوابا على سؤالك الكريم، أقول على الشعب العراقي أن يتسلح بالمعرفة. فإذا الشعب العراقي بقى متفرج سيبقى متفرج إلى أبد الدهر. لذلك إحنا علينا أنه نخلق حالة وعي في المجتمع العراقي، وخصوصا أنه حتى يعني اليوم النظام إذا ردنا نشارك بالانتخابات ماكو فائدة من الانتخابات على الإطلاق، لأن هناك مشكلة أكبر من موضوع الانتخابات. اليوم عندنا مشكلة النظام السياسي، المنظومة السياسية الديمقراطية لا تسمح النائب ولا الكتلة السياسية أن يشرع قانون أو يعدل قانون إلا بنصاب قانوني 50% زائد واحد. وهذا معناه أنت إذا كنت في دائرة إقليمية مجموع مقاعد الدائرة الإقليمية تكون كلها لصالح للشخص اللي أنت تنتخبه ما راح يكون إلى أي قيمة على الإطلاق، لأنه اليوم أكبر دائرة انتخابية إقليمية هي بغداد. خلينا نفترض أنه بغداد عبارة عن 70 مقعد، لو شلنا 70 مقعد وانطيناها للشخص اللي حضرتك أنت تنتخبه وضاعفنا للعدد وصار 140 مقعد عنده، ما راح يقدر يحرك ساكن فقط لأهالي بغداد. شنو السبب؟ السبب لأنه المنظومة السياسية الديمقراطية لا تسمح النائب ولا الكتلة السياسية أن يعدل قانون أو يشرع قانون أو تشكل حكومة أو يطبق برنامج سياسي إلا بنصاب قانوني 50% زائد واحد من مجموع البرلمان. وهذا النصاب المسلم به في أمام وظائف النائب. لذلك أنت شنو الفائدة تنتخب واحد فقط؟ شنو قيمة الواحد؟ شنو قيمة 22؟ أنت أمام مشكلة بالمنظومة السياسية عالق أنت الآن بالمنظومة السياسية. نقطة أخيرة بس إذا تسمحين سد الدنيا. نقطة أخيرة. حتى المحاصصة اليوم الشعب العراقي فاهم الأمور أغلبيته بالخطأ، يعني المحاصصة مو سببها الأحزاب الفاسدة، المحاصصة سببها المنظومة السياسية الفاسدة اللي متمثلة بالديمقراطية. لأن اليوم الديمقراطية لا تسمح لأي كتلة أن تشكل حكومة إلا أن تكون عندها نصاب 50% زائد واحد، واليوم أعلى كتلة عندنا اللي هي سائرون عندها 54 مقعد، ومعناها لو أعطيناها 100 مقعد وصارت 154 ما راح تقدر تشكل حكومة. لذلك راح تضطر الأحزاب السياسية الذهاب إلى المحاصصة حتى تشكيل الحكومة. نعم. لذلك السبب الرئيسي نعم سيد حسن، عذرا لضيق الوقت سنشرح أيضا باقي ضيوفنا. نعم حسن ياسر، باعتباركم أنتم قوة العراق اليوم وأنتم من ناديتم بالإصلاح والتغيير، بماذا توجهون كلمة لكل سياسي اليوم لربما خلافه الأساسي هو مصلحته ويغلب مصلحته الحزبية على المصلحة الوطنية إذا ما تم الالتفاف على مطلب الشعب؟ يعني احنا نذكر بمسيرة الحراك الاحتجاجي في العراق منذ العام 2000
2007 حينما خرجنا ضد مجلس النواب وتشريعاته، وفي 2011 حينما خرجنا ضد الإرادة السلبية لحكومة السيد المالكي، وفي 2013 حينما خرجنا ضد الرواتب التقاعدية لمجلس النواب، الرواتب الباطلة، وفي 2015 خرجت التظاهرات أيضا ضد المطالبة بالإصلاح، ووصولا إلى انتفاضة تشرين الباسلة المجيدة، وهي أكبر هبة جماهيرية حصلت في تاريخ العراق الحديث. نحن نحذر جميع القوى السياسية من هبة ربما أكبر حتى وأوسع وأكثر حدة وقوة وجرأة وفاعلية من انتفاضة تشرين، ربما تصل الأمور إلى ثورة قادرة على تغيير المنظومة السياسية بأكملها. اليوم الشعب العراقي يعيش تحت وطأة جائحة كورونا أولا وتداعياتها من تراجع في المستوى المعيشي لجميع العوائل، الموظفون مهددة رواتبهم بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، وأمور أخرى كثيرة، مشاكل أزمات تحيط بالبلد. هذا البرلمان وهذا النظام السياسي عموما بكليته بنظام المحاصصات غير قادر إلا على إنتاج الأزمات. نعم، شكرا جزيلا لك. على إدارة الأمور نعم. ومعالجتها. كل الشكر. نعتذر لضيق الوقت ياسر. كبير خلال الفترة المقبلة. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط ياسر السالم، والشكر للباحث حسن العتابي، والشكر أيضا للناشط أحمد الوشاح. واصل أطباء البصرة الإضراب عن العمل في الردهات غير الطارئة والحرجة، دعينا وزارة الصحة لتوفير المستلزمات الطبية المنقذة للأرواح قبل مطالبتها إياهم بالعودة إلى الدوام، مؤكدين أنهم لا ينادون فقط بتفعيل قانون حماية الأطباء بل بتوفير أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة. أيمن الشيخ التقى المضربين عن العمل وعد هذا التقرير. الوضع الصحي الذي يشهد تدنيا مستمرا خاصة في ظل وباء كورونا أجج إضراب الأطباء ليطالبوا بحقوقهم وحقوق المرضى الذين يعانون ألم غياب المنظومة الصحية، مستشفيات متهالكة ومستلزمات غائبة وأدوية مفقودة وقائمة طويلة لم تكن محط اهتمام من قبل وزارة الصحة. اليوم احنا جايين نشوف إجراءات تعسفية من الوزارة بحق هؤلاء الدوريين، وبدال ما يحل الأزمة يحاول يطورها ويصعد بها أكثر. بالتالي كلهم طلعوا على مود حقوق، فأنت تلبي لهم حقوقهم حتى ترجع المياه المجارية مثل ما يقولون. هو الواقع الطبيب لازم إلى أدوات، على أساس هاي الأدوات هو يعالج. أنت إذا ما موفر لهاي الأدوات، ما موفر له أدوية منقذة للحياة، ما موفر له تحاليل صحيحة للمريض، شنو راح يقدر يقدمه بالنتيجة للمريض؟ وضع مخزي. المريض من يجي، يعني شنو ذنب المريض من يجي ويلقى طوارئ متهالكة؟ شنو ذنب المريض من يجي وما يلقى أسرة؟ المطالبة بحقوق الأطباء لم يكن على حساب المرضى، ووزارة الصحة مطالبة بتلبية كل ما يهم تحسين الواقع الصحي في البصرة بحسب بعض الأطباء. إحنا ذولي أهلنا، يعني إحنا منهم وبيهم، فمستحيل نتركهم بوجه المدفع مثلا أو على مود نستخدمهم كأداة حتى حافظ مطالبنا مثل ما بعض الناس فاهمين. لا، الطوارئ جاي تمشي، الردهات الحرجة جاي تمشي، بها أخصائيين، بها أقدمين، كلها مشي شغل على حسب الأصول. وإحنا من طلعنا نطالب بحقوقنا، ترى يعني أتمنى إنه الناس تفهم هذا الشيء، هي مو بس حقوقنا. وراها من 2003 لحد الآن ماكو أي بنية تحتية جديدة، تعداد السكان بازدياد، الانتكاسات اللي واجهها البلد. وتتحدث مصادر طبية عن أن نسبة الوفيات في البصرة تضاعفت خلال الشهرين الماضيين بسبب غياب الرعاية الصحية وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية. من البصرة، أيمن الشيخ، الشرقية نيوز. آلاف الدنومات ألغيت عقودها مع المزارعين في منطقة كريشان التابعة لمدينة الخالدية غربي الأنبار منذ عام 2010، واليوم تعمل الجهات المعنية في المحافظة على تحويلها إلى أراض سكنية وتجارية، حيث يطالب الفلاحون الحكومة المحلية بالتدخل لإنقاذ مصدر أرزاقهم من الذين توارثوه من الأجداد. مصطفى الحامد بالتفاصيل.
أكثر من 7000 عائلة في منطقة كريشان جنوبي الخالدية مهددة بالإخلاء من مناطقها الزراعية بسبب إلغاء عقودهم وترسيم الأرض لدائرة البلدية، مناشدين الجهات المعنية العدول عن القرار. بعد أن شكل لجنة سيد قاضي محكمة الخالدية المحترم من التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والبلدية، طلعت لجنة خمس أشخاص من خمس دوار بالحكومة بأن يرسمون الحدود الفاصلة بين ناحية الحبانية وناحية الخالدية، بين الخالدية والحبانية. طلع أخذنا اللجنة، جت اللجنة رسمت الحدود، طلعت ملعب الفهد مقابل الشيخ مسعود. على ملعب الفهد هاي حدود بلدية الخالدية، ما لهم شغل هنا، كتب لهم وبها هذا قرار قاضي اللي هذا هو موجود، قرار السيد قاضي عبد السلام محكمة الخالدية ما قبل به، استأنف القرار السيد مدير بلدية الحبانية. راجعنا خمس وزراء من 2012 ولا حد الآن، كل الوزراء ويانا وينطونا كتب، ولكن كان المحافظ الأول يلغيها. فهسه احنا نطالب محافظ الرمادي، محافظ علي فرحان، ونطالب المسؤولين محافظة الرمادي أن يتدخلون بالموضوع. 16,000 دونم زراعي ألغت الحكومة المحلية في الأنبار عقودها عام 2010 وحولتها إلى سكنية، تقول السلطات المحلية في الحبانية مؤكدة تطبيق قرار ترسيم الحدود كونها ملكا للدولة. تم استدعاء شعبة الزراعة، مدير شعبة الزراعة، وأخبرني بأن هذه العقود تم إلغاها عام 2010 من قبل السيد المحافظ عن طريق الوزير، فلا توجد عقود في هذه الأراضي. هذه الأراضي 16,000 دونم أراضي تمتلكها البلدية، ولا يمكن التجاوز عليها إلا عن طريق القانون، عن طريق القضاء. إذا مواطن لديه حقوق يأخذه عن طريق القضاء. آلاف الدونمات الزراعية حولتها الحكومة المحلية في الأنبار إلى سكنية بعد إلغاء العقود الزراعية لماسكيها، ومناشدات السكان تتعالى للعدول عن القرار. من الأنبار مصطفى الحامد، الشرقية نيوز. وصلنا إلى ختام حصاد الليلة، تصبحون على خير، دمتم بخير.